بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. أما بعد، أتممنا ولله الحمد في الدرس الماضي الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الأسماء والصفات، وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض الآيات ورتب، جاء بسورة الإخلاص ثم بآية الكرسي ثم أورد الأدلة على بعض الأسماء والصفات، وأرد بهذا أن يشير إلى طريقة أهل السنة والجماعة إثبات وتنزيه، وأن المعالم معلومة والكيفية علمها عند الله والسؤال عنها بدعة. وأطال المؤلف رحمه الله تعالى في إثبات صفة العلو أولا، والعلو ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يثبتوا لله سبحانه وتعالى العلو في الذات والعلو في الصفات، وتنوعت أدلة العلو في الذات، بل الأدلة إجمالا على علو الله سبحانه وتعالى بذاته خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ذكرنا أن أدلة القرآن تنوعت في إثبات العلو، تارة بذكر العلو والفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. وأما السنة فجاءت بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والفعلية والتقريرية، بل السنة المتواترة جاءت بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. الإجماع أجمعت الأمة، والعقل وكذلك الفطرة. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أورد أدلة الاستواء أورد أدلة المعية، كأنه يقول لك أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فلا بد أن تجمع، وإن كان هناك تعارض بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون هناك تعارض بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله معية حقيقية تليق بذات عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وأهل السنة والجماعة رحمهم الله يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية. المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة، خاصة إما بشخص أو خاصة بوصف، والعامة تشمل كل مخلوق. ويثبتون المعية على ما ذكرنا ومقتضى المعية، كما أن نثبت الرضا ومقتضى الرضا الثواب، والغضب ومقتضى الغضب العقاب. وعلى هذا ثم بعد هذا أطال المؤلف رحمه الله تعالى إطالة غير معهودة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله به، ثم لم يكتفي بهذا بل أورد الأدلة على أن القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود. وذكرنا أن الأدلة إجمالا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه الله به: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ختم الأدلة من القرآن بأدلة الرؤية، وذكرنا سبب إرادة المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، أن في الغالب كل من ينكر الصفات يؤدي هذا إلى إنكار الرؤية، لأنه إذا كان أثبت الرؤية فمعنى هذا أن الله إذا كان يرى فله صفات، فكيف يثبت الرؤية؟ لأنه لو أثبت الرؤية أدى هذا إلى إثبات الصفات، فأنكروا رؤية المؤمنين لربهم. وبعض العلماء خوف هؤلاء وقال لهم: حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى. أعظم نعيم في الجنة يتطلع ويتشوق إليه المسلم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. ولذلك
حدد الله سبحانه وتعالى أهل الشرك: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: إذا حجب أعداؤه رآه أولياءه. ثم بعد هذا انتقل المؤلف إلى بيان الأدلة من السنة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ختم بخاتمة بعد إيراد الأدلة من القرآن، قال: وهذا كثير بل لا تخلو منه آية، أي إثبات الأسماء والصفات من القرآن. فمن تدبر القرآن، إذا لابد من التدبر. الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن. ثم أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال أن القرآن إذا كان يتلى عليك ولا يؤثر فيك ولا يزيد من إيمانك فأنت على خطر أن تكون من الذين قال عليه الصلاة والسلام فيهم: يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. من تدبر القرآن طالبا للهدى، قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أي بذلوا غاية الجهد، فينا إخلاص، جاء الوعد من الله: لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا. ثم بعد هذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأدلة من السنة. اختصر المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد الأدلة من السنة، وإلا فقد تقدم معنا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض العلماء قال عن كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، هذا من سعة الاطلاع رحمه الله تعالى. أورد المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة من السنة، وتعمد أن يأتي بأدلة، هذا في أول الأدلة، تعمد أن يأتي بأدلة من السنة في الصفات لم ترد في القرآن، حتى يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء والصفات من الكتاب وكذلك من السنة الصحيحة. لكن قبل أن يبدأ في إرادة الأدلة بيّن منزلة السنة. السنة هي الطريقة، والسنة هنا يراد بها كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يسمون الكتب المؤلفة في التوحيد والعقيدة بالتوحيد والعقيدة والمعتقد والاعتقاد والسنة وأصول السنة والشريعة والفقه الأكبر وغير هذا والأصول، نعم مثل سلم الأصول، نعم إلى علم الأصول، أي أصول؟ أصول الاعتقاد، وكذلك أصول الاعتقاد والمعتقد وغير هذا. ثم أن المؤلف رحمه الله كذلك في الأدلة من السنة كرر بعض الصفات التي استدل عليها بأدلة من القرآن. ما السبب؟ السبب ذكرناه فيما تقدم، أنه أكثر من الأدلة من القرآن في إثبات أن القرآن كلام الله وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجلاله به. لم يكتفي بهذا بل أورد كذلك الأدلة من السنة. لماذا؟ لأنه ظهرت في ذاك العصر، أي في عصر شيخ الإسلام وفي عصر الإمام أحمد، فتنة القول بخلق القرآن، فلا بد أن يتصدى العلماء لهذه الفتنة وأن يقطعوا الحجة على المنازل. السنة قال عنها، ماذا قال عنها المؤلف؟ فالسنة تفسر القرآن. تفسير القرآن على أربعة أبرم. تفسير لا يعلمه إلا الله، ادعاء هذا كفر. كيفية الصفات، هل يعلم أحد؟ هذا لا يعلمه إلا الله. وتفسير تعرف العرب بلغتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، ما هو معلوم من الدين بالضرورة،
وتفسير يعرف العلماء. السنة تفسر القرآن. كيف يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك بأقوال الأئمة وباللغة العربية. يفسر القرآن بالقرآن، والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ قال أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا تفسير للقرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة تقدم معنا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكرنا مثلا في الكرسي، قال موضع القدمين، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن. تفسير القرآن بأقوال علماء السلف وكذلك باللغة العربية. فالسنة تفسر القرآن. هل يمكن أن السنة تخالف القرآن؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما أنزل إليهم. إذا لا يمكن أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يخالف ما جاء في القرآن، لأنه مبلغ عن الله. وكذلك تدل وتوضح ما هو مجمل في القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت. كيف نحج؟ ننظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا يشترط في إثبات الأسماء والصفات من الأحاديث أن يثبت هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة. فإذا أثبتنا صحة الحديث أخذنا منه العقيدة، وإذا كان ضعيف لا يعمل به. الأحاديث، أي الأحاديث؟ قال التي تلقاها أي علماء أهل السنة بالقبول. ولا بد أن يتلقى علماء أهل السنة على الأحاديث الصحيحة بالقبول، خلافا نسأل الله السلامة العافية لأهل الباطل. أحاديث منها حديث النزول. ما هو قول أهل السنة والجماعة في النزول؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا مثل نزول المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن ظن الكاذب، مثل أن يظن أن الله سبحانه وتعالى أن السماء تظله أو تقله وتحب به. لا يمكن أن المخلوق يحب الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، والله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. كيف نرد على من فسر النزول بنزول الأمر أو الملائكة؟ نرد عليهم بأن هذا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن نزول الأمر والملائكة يكون في كل وقت لا في ثلث الليل الآخر. ثم أن الأمر والملائكة لا يمكن أن تقول هل من سائل. نعم. ثم أن الناس بالفطرة يحرص على القيام في ثلث الليل الآخر، ويثبتون النزول الإلهي لله سبحانه وتعالى. وبهذا نرد على من يقول أن هذا نزول للأمر أو للملائكة. طيب، ما الثمرة من الإيمان بصفة النزول؟ الثمرة أن تحرص على القيام في ثلث الليل الآخر. أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. يعني المسألة عند الفرضيين من كم؟ من ستة، لأن فيها نصف وثلث وسدس. المسألة إذا فيها نصف وثلث وسدس تكون من ستة. إذا نقسم الليل على ستة أقسام، ثلاثة أي نصف نوم، ثم يقوم جزئين من الليل، ثلاثة أجزاء ينام،
وجزئين من الليل يقوم، ثم ينام السدس. 3 + 2 + 1 يساوي 6. تمت المسألة. لماذا ينام السدس؟ لو قال قائل لماذا لا يقوم ثلث الليل الآخر وينام الثلثين؟ أولا هذا الذي ورد، وثانيا هذا فيه بعد عن الرياء، لأن هذا عندما يقوم لصلاة الفجر يكون قام نام النصف وقام الثلث ونام السدس، كل من يراه يقول أن هذا لم يقم الليل أصلا، أبعد عن الرياء. تقدم معنا في علاج الرياء إخفاء الأعمال. الثاني هذا أنشط للجسم أن ينام السدس. تقدم معنا قول الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الوتر وهو يقدر عليه قال فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة. إذن تحرص على قيام ثلث الليل الآخر. كيف يحسب الليل؟ تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعلى هذا تقسم على 3. نعم. طيب بعد حديث النزول، حديث الفرح. حديث الفرح نثبت لله فرح حقيقي يليق بجلال عظمته، لا مثل فرح المخلوق. وهذا في الحث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حديث الضحك إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى وجل لائق به. قال أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا في أن هذه الشريعة جاءت لإسعاد الأمة، خلافا لما يدعيه الرافضة مثلا من اللطم وتكلف البكاء والندب والنياحة وغيرها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لإسعاد الأمة. قال الله سبحانه لا تحزن إن الله معنا وبشر المؤمنين. نعم. ولكن التقي هو السعيد. نعم. حتى أن العبد في وقت الضراء تجده إما صابر أو راضي أو شاكر، وليس هذا إلا للمؤمن، فهو دائما راضي بقضاء الله وقدره. على أي حال جاء القضاء هو مسلم وراضي. نعم. عجب ربنا من قنوط عباده، عجب ربنا بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، هذا ثابت بالكتاب والسنة. لكن ليس معنى هذا أن هذا يقع من الله سبحانه وتعالى دون علم بالأشياء، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، حتى الأشياء التي لم تقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقعت كيف تقع، بل هذا بخروج الشيء عن نظائره أو عن المعتاد. من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس، وقرب هذا فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب حقيقي يليق بجلال عظمته، لكن قرب خاص بالمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قرب خاص بالمؤمنين، لكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة كما ذكرنا في المعية، مثل أن يظن أن الله سبحانه وتعالى حاله في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وقرب غير، أي أن الله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال. ابن القيم رحمه الله
يقول: إذا رأيت الأمر يزداد ضيق وشدة فاعلم أن هذا دليل على قرب الفرج. إذا ازداد الأمر ضيق وشدة فهذا دليل على قرب الفرج. الأدلة: إن مع العسر يسرا. يعقوب عليه السلام في أول الأمر فقد يوسف ثم أخو يوسف، فعندما تولى عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ماذا تعلم؟ قال: أعلم أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج. انتهى الأمر، فرجت. يا بني اذهبوا فتحسسوا من أخو يوسف، لا من من؟ من البعيد. قال: الآن فرجت. يأتي الله سبحانه وتعالى بالبعيد قبل القريب. اي نعم. طيب، وهذا يعني كثير حتى إذا استيأس الرسل وغير هذا من الأدلة. وقرب غيره ينظر إليكم، إثبات نظر تقدم معنا. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، إثبات الضحك، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قليل. بعدها صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الرجل والقدم تليق بجلاله وعظمته، لا تماثل ما للمخلوقين. لكن يوصانا الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن النار تحيط بالله سبحانه وتعالى. عندنا الآن وعد من الله للجنة وللنار. وعد الله سبحانه وتعالى الجنة بأن تملأ، وعد الله سبحانه وتعالى النار نسأل الله السلامة والعافية أن تملأ. يخلق الله سبحانه وتعالى خلق ويدخلهم الجنة. لماذا لو قال قائل لم يخلق الله سبحانه وتعالى خلق ويدخلهم النار؟ نقول: لا يمكن يقال هذا في حق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدخل أحد إلى النار بدون إقامة الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا عندما يقول بعض المتصوفة لله تأذيب الطائع وإثابة العاصي، نقول: هذا لا يمكن أن يقال في حق الله. من قال هذا القول فقد ظن بالله ظن السوء. فالله سبحانه وتعالى من تمام عدله ورحمته وحكمته وعزته يضع في النار الرجل أو القدم حتى ينزوي بعضها إلى بعض، فتقول نار تتكلم: نعم آمنا وصدقنا وسلمنا، أخبرنا الله ليس لنا إلا الرضا والتسليم. قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت تتكلم: نعم تسمع. نعم كيف؟ لا تسأل عن الكيفية، قل آمنت صدقت سلمت. نعم، فينادي بصدق. هذه الأدلة الآن يريد المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد هذه الأدلة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به. قلنا لم يكتفي بإيراد الأدلة من القرآن، بل جاء بالأدلة من السنة حتى يقطع الحجة على المنازع، فينادي والنداء لا يكون إلا بصوت ومسموع وبحروف. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر
بعد أن انتهى. بدأ في القسم القسم الأول المقدمة، الثاني الأدلة من القرآن، الثالث منزلة السنة والأدلة من السنة، الرابع هذا من أحسن ما هو موجود في هذا المتن. أراد أن يبين مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أمور متفرقة. بدأ بماذا؟ بدأ راجع لك الأمر الأول، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. أراد أن هذا الأمر يتقرر لديك، وما تكرر تقرر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، نعم. ثم بعد هذا، بعد أن ذكر في المرة الثانية والثالثة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ذكر أمور منها وسطية أهل السنة والجماعة. ذكرنا فيما تقدم أن الدين الإسلامي دين عدل، ولم يأتي في كتاب ولا سنة وصف الدين الإسلامي بأنه دين عدل، بل هذا مخالف، لأنهم أرادوا بالمساواة، مساواة السنة مع الرافضة مثلا وأمور. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، لا إفراط ولا تفريط. فالوسطية، هناك كثير من الناس يدعي الوسطية. كيف تعرف الوسطية؟ بأن يعرض هذا على الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة وسط في أمور كثيرة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها أمور خمسة. وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. المعطلة ينكرون الصفات، بالغوا في التنزيه حتى عطلوا، والممثلة بالغوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الخالق الكامل بالمخلوق الناقص. تعالى الله عما يقولون. أهل السنة توسطوا، إثبات خلافا للمعطلة، تنزيه خلافا للممثلة. إذا أهل السنة وسط، لا إفراط ولا تفريط في باب الأسماء والصفات. فإذا قال لك قائل أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة والممثلة، نقول نعم صحيح. الثاني من الذي يعرف؟ نعم نوقف. وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية ينفون القدر، والجبرية يقول أن الإنسان مجبور، لا قدرة له ولا اختيار، كالريشة في مهب الريح. ومن هنا أتى بعض الناس بسؤال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ يأتيك بعض الناس يقول أجب الآن، هل الإنسان مسير أم مخير؟ كيف يكون الجواب؟ الجواب يكون بأن تقول لهذا أولا، هل سأل عن هذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بالله؟ يقول لا. نقول إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة، هذا أولا. الثاني نقول لماذا تسأل هذا السؤال؟ تريد أن توقع به إما في باب القول بالقدر أو القول بالجبر.
ثم نقول لهذا أيضا، أي هذا الأمر الثالث، الإنسان في أمور مسير وفي أمور مخير، ولو كنا نسأل هذا السؤال. القدرية نفوا القدر، والجبرية بالغوا حتى قالوا أن الإنسان ليس له قدرة ولا اختيار. كيف تقنع هؤلاء؟ بعض العلماء يعني يأتي بكلام حتى وإن كان يعني هذا لا يطبق، لكن من باب إفهام الناس. فيقول بعض العلماء أن من قال لك أن الإنسان مجبور لا قدرة له اختيار، تضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق لا تضرب، انتبه، بس من باب يعني نقول لك يعني حتى تفهم المسألة، تضرب حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال لماذا تضرب، تقول مجبور. فإن اقتنع تتركه، وإن لم يقتنع تعطيه مرة أخرى. رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سارق، وأمر عمر رضي الله عنه بمقتضى الشريعة أن تقطع يده، فجاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أتلومني على شيء كتبه الله علي؟ إنما سرقت بقضاء الله. احتج بماله، احتج بالقضاء والقدر على المعائب. فقال له عمر: ونحن لا نقطعك إلا بقضاء الله؟ أتلومنا على شيء كتب الله؟ كتب الله أن نقطعك، ماذا نصنع؟ احتج عليه بنفس الحجة. إذن أهل السنة يثبتون القضاء والقدر، ويثبتون أن للعبد مشيئة وإرادة، لكن تحت مشيئة الله النافذة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. غير هذا في الوعيد، نعم، هناك من تمسك بأحاديث الوعد وترك حديث الوعد أي بالمغفرة، وهناك من أخذ أحاديث الوعد بالمغفرة وترك حديث الوعيد. الوعيدية جبرية مثلا، الوعيدية الخوارج يكفرون بالكبيرة، والمرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، نعم صح. طيب، فأهل السنة وصل يجمع بين أحاديث الوعد والوعيد، ففي مرتكب الكبيرة هل أهل السنة والجماعة يكفرون كما تكفر الخوارج، أو يقولون مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة؟ السنة والجماعة يقول في مرتكب الكبيرة أن هذا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان، لا نصف بالإيمان الكامل ولا ننفي عن الإيمان. نعم، في الصحابة رضي الله عليهم وسط بين الرافضة الذين يسبون الصحابة والنواصب. النواصب سموا بهذا الاسم لأنهم ينصبون العداء لأهل البيت، أرادوا أن يردوا عن الرافضة، فردوا عليهم بالبدع. نعم، وكان الأصل أن يردوا عليهم بالسنة. نعم، الأول بين أهل التعطيل والتمثيل، والثاني القدرية والمرجئة، والثالث الوعد والوعيد، تقدم معنا أقوال أهل السنة. وفي مرتكب الكبيرة اسمع إيمان والدين، هل فاعل الكبيرة كافر كفر أكبر، أو مؤمن كامل الإيمان؟ لا هذا ولا هذا، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. والخامس في الصحابة، وسيأتي معنا أن أهل السنة توسطوا في الصحابة رضي الله عليهم. نعم، ثم بعد هذا ماذا ذكر المؤلف؟
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور متفرقة في مسائل شتى، منها أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يجمع بين العلو والمعية، ويذكر كلام أهل السنة والجماعة. فعندما جاء الجمع في الكتاب والسنة لا بد أن نجمع، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة كما مر معنا. وإذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، لا يمكن أن يكون هذا ممتنع بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم هذا ليس بممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، تقول ما زلنا نسير، والقمر وهو يقول القمر من أصغر مخلوقات الله، من تبعيضية أصغر مخلوقات الله، وهو مع المسافر وغير المسافر، ويلزم من هذا أن يكون هو القمر في مكان واحد، ويلزم من هذا اختلاط. اعتبر أنه بالنسبة للمخلوق مع المخلوق يكون إشكال، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ثم ذكر المؤلف هنا في المعية أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعية العامة والخاصة، خاصة بشخص خاصة بوصف، والعامة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أهل السنة يثبتون المعية ومقتضاها، ومقتضاها عند المؤلف على ما ذكر جميع معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. ثم ذكر القرب، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى قرب حقيقي يليق بجلاله عظمته، لا يماثل قرب المخلوقين، قرب خاص بالمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وفي الحديث قرب غيره. نعم، إثبات أن القرآن كلام الله، ما هو قول أهل السنة في كلام الله؟ يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع له صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف ما شاء ومع من شاء، بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل كلام المخلوقين. صوت وحروف، صوت وحروف أدلة مرت معنا، واستدل أيضا بالكتاب والسنة. نعم، أما ما يتعلق بالقرآن فقول أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله، منه بدأ، الذي تكلم به ابتداء هو الله، وإليه يعود، أي أن القرآن يقبض في آخر الزمن. نسأل الله السلامة والعافية، هذا عندما يترك الناس العمل بالقرآن، أو إليه يعود وصفا، ويصح الجمع بينهما، إليه يعود قبضا في آخر الزمن، وإليه يعود وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، نعم طيب، ولا يصح أن يوصف القرآن بأنه مخلوق أو حكاية أو عبارة. فعندما يكتب القرآن في المصاحف وينظر إليه ويسمع ويحفظ في الصدور، لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فالصوت كما قال حافظ بن أحمد حكيم رحمه الله تعالى، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام البارئ، ولا يمكن أن يوصف كلام الله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق. وهذا تقدم معنا الرد عليه بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. بعد هذا تقدم معنا أن من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، بل أكبر نعيم للمؤمنين رؤية المؤمنين لربهم في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، وفي عرصات
يوم القيامة، نسأل الله من فضله. مواضع الرؤية في موضعين، في عرصات يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا فالرؤية العينية في اليقظة هذه ممتنعة. نعم، قال تقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر، وأن المؤلف رحمه الله ذكر هذا، أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. في العادة أن علماء أهل السنة والجماعة يفصلون في هذا الباب لأن مسائل كثيرة، وإيمان ولابد من التصديق وأخبار وعلم غيب، يؤمنون بالغيب. ففصل المؤلف وفصل بعض العلماء كذلك في هذا الباب، منهم الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في سنن الوصول. فنذكر شيء من التفصيل في هذا الباب من الإيمان باليوم الآخر. ماذا ذكر المؤلف في هذا الباب؟ ذكر أمور، منها فتنة القبر أو فتنة البرزخ. لماذا قلنا فتنة القبر أو البرزخ؟ لأنه قد يقبر يدفن، وقد لا يدفن، يدهس يحرق، يكون في بطن حوت. فتنة القبر، فالناس، من الناس؟ كل الناس يفتنون في قبورهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه يسأل عنهم، والصديقين والشهداء على ما ورد في الحديث والصغار والمجانين، هذا لا يفتنون في قبورهم. يسأل عن الأصول الثلاثة، فإذا تعلم الأصول الثلاثة في الدنيا ثم عمل بها ثم دعا ثم صبر على العلم والعمل والدعوة، بإذن الله يجيب عن أسئلة القبر. يفتنون في قبورهم. هذه الفتنة قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة. لذلك كان بعض السلف يأمر من لم يستعيذ في آخر الصلاة من أربع بإعادة الصلاة لأهمية هذه الأمور، فتنة الدجال، فتنة المحيا والممات، يعني الممات عند الممات وبعد الممات. نعم، مهم جدا، تستعيذ بالله من أربع، ثم قيامة كبرى. إذن عندنا قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الكبرى أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين. القيامة الصغرى: من مات فقد قامت قيامته. بعض الناس هدانا الله إياه يقول انتقل إلى مثواه الأخير، أعوذ بالله، هذا إنكار البعث والنشور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال أعرابي: ليس الزائر بمقيم. إذا لابد أن يغادر هذا المكان، إلى أين؟ إلى اليوم الآخر. عندنا أيام الإنسان، يوم في العدم، ويوم في الأجنة، ويوم في الدنيا، ويوم في البرزخ، ويوم الآخر. هذه أيام الإنسان كم؟ خمسة. إذن عندنا قيامة صغرى بالموت، لأن من مات فقد قامت قيامته. وعندنا قيامة كبرى أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟ والله أعلم، على ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ثلاثة أمور: قيام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيام الأشهاد ويقوم الأشهاد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قيام الموازين والعدل. لكن انتبه، لابد أن تثبت الميزان على ما سيأتي معنا، ولا يمكن أن تقول أن الميزان هو العدل، وإلا وقعت بما وقعت في المعتزلة. نعم،
فهو ميزان حقيقي له كفتان. قال لا في الإيمان باليوم الآخر بقي أمور ذكرها. نعم كل شيء. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يقول يوم القيامة، يعني القيامة الكبرى. أخذ الصحف إما أن يكون من طريقين أو بثلاث طرق: آخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه نسأل الله السلامة العافية بشماله، ثم تنزع وتكسر وتجعل من خلف ظهره نسأل الله السلامة العافية. هذا إذا قلنا أنها على وجهين، وإذا قلنا أنها على ثلاث أوجه: يمين ونسأل الله السلامة العافية، شمال، والثالث من وراء الظهر. فسيرك في الدنيا يحدد هذا الذي يكون يوم القيامة. فمن أخذ الكتاب بيمينه وأقبل على الله سبحانه وتعالى يكون الجزاء من جنس العمل. قال محاسبة الخلائق، الحساب. هناك أناس يدخلون الجنة بغير جزاء ولا حساب. من هم؟ مروا معنا في كتاب التوحيد 70,000. نعم. طيب يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق. نعم. الحوض يكون بعد أن تدنو الشمس من الخلائق والجم والعرق إلجام، وبحسب العمل يكون الإلجام بالعرق. حوض النبي عليه الصلاة والسلام، مكان الحوض في عرصات القيام بعد الجم والعرق إلجاما وقبل المرور على الصراط. الناس بحاجة للشرب. هذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء. أوقف. إيه؟ عدد نجوم السماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ورائحته أطيب من ريح المسك. ثمرة الشرب منه، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يشرب الناس من يد النبي عليه الصلاة والسلام. هل لكل نبي حوض؟ إن ثبت الحديث كان لكل نبي حوض، لكن أكبر الأحواض وأعظم الأحواض هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. يذاد ويبعد عن الحوض أقوام، فاحذر أن تكون منهم. من هم الذين أحدثوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تتكلم بكلمة أو تفعل شيء إلا وأنت متبع فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. إذن نحن الآن في زمن خطير، بعد العهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من الابتداع. لكن من الذي يحدد البدعة؟ أنا وأنت؟ لا، لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين. نعم. يذاد عن الحوض أقوام، ثمرة الشرب ذكرناها. فالذي يشرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يشرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله من فضله. قال الله سبحانه وتعالى: إن شانئك أي مبغضك
هو الأبتر المقطوع له عضو لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السنة في الدنيا ثم عمل بها ثم دعا إليها وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء من جنس العمل. يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا، نسأل الله من فضله. قال الصراط، الصراط نسأل الله السلامة العافية، جسر منصوب على جهنم، نسأل الله السلامة العافية، أرض المحشر، ثم نسأل الله السلامة العافية النار والصراط عليها، ثم قنطرة أي جسر صغير، ثم الجنة. الناس يمرون على الصراط، هناك أناس نسأل الله السلام عنهم لا يمرون على الصراط حتى إذا جاءوها. قال في أصحاب النار نسأل الله السلام العافية فتحت أي بغتة، وهذا نكاية بهم وزيادة في العذاب. فهذا الصراط يمر الناس عليه لا بإرادتهم بل بسيرهم في الدنيا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله إذا كان العبد في السعي وجاء بين العلمين يسعى سعيا شديدا كما هي السنة ويتذكر بهذا السعي سعيه إلى الله، فإذا كنت في الدنيا تسعى بشدة وبقوة هذا يحدد السير على الصراط. قيل رؤيا أحد السلف في المنام فسئل ماذا صنع الله بك؟ قال وضعت الأولى على الصراط والثانية في الجنة، فبحسب السير في الدنيا يكون السير على الصراط. والصراط نسأل الله السلامة والعافية عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. كل من عبر من على الصراط نسأل الله من فضله دخل الجنة، لكن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، يقفون على القنطرة. إذن ما هو السبب لوجود هذه القنطرة التي بين الجنة والنار أي بين الصراط والجنة؟ سبب وجود القنطرة والله أعلم لسببين على ما ذكر المؤلف، أن أبواب الجنة مغلقة حتى إذا جاءوها في أصحاب الجنة قال وفتحت. إذن حدث شيء، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح لفتح باب الجنة. أول من يدخل من الأنبياء والرسل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله يجعلنا منهم. السبب الثاني لوجود القنطرة أن الناس لابد أن يهيئوا لدخول الجنة، فيكون هنا تهيئة لدخول الجنة، ينقوا ويهذبوا ولا يبقى في قلوب هؤلاء لا غل ولا حقد ولا حسد. إذن إذا أردت أن تكون من أهل الجنة لابد أن تتخلق بهذه الأخلاق في الدنيا. الشفاعة على ما تقدم معنا أن الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين، خاصة وعامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في العظمى في هذا الموقف فتح أبواب الجنة، هذه هي في عم أبي طالب نخفف عنه العذاب. شفاعة عامة في رفع الدرجات، ومن دخل النار من الموحدين يخرج منها، ومن استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. لا يخفض أشياء.
الله سبحانه وتعالى يخلق أقوام للجنة ويدخلهم الجنة بغير جزاء ولا حساب. الإيمان بالقضاء والقدر هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان بإذن الله تعالى، نأخذ هذا بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على محمد.